بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. معاكم ميرفت ياقوت، ادمن جروب كروشيه الاميرات. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه وسلامه باذن الله. في الفيديو اللي فات اشتغلنا مع بعض الجزء الاول من المفرش، واشتغلنا من اول السطر الاول لحد السطر ال 12. النهارده ان شاء الله هنشتغل الجزء الثاني والاخير، وهنبدا من اول السطر ال 13 لحد السطر الاخير، وهنا المفرش 22 سطر. هقول لك برضو تفاصيل المفرش اللي انا اشتغلته تاني. انا هنا اشتغلته بخيط اسمه جوما، والخيط ده ستوكات لإليس ديفا، يعني نفس الخيط بس ارخص في السعر، يعني تقليد لإليس ديفا. واشتغلته بابره زيرو الاستانلس، طلع طول الضلع بتاعه 30 سنتي، وانت عارفه المربع اضلاعه متساويه، يعني كل ضلع فيه 30 سنتي، واخد مني 65 جرام من الخيط، يعني الشلتين يعملوا لك 3 مفارش، وبسعره كمان رخيص، يعني هيبقى حلو جدا معاكي. طبعا في بنات سألوا الخيوط المستخدمة ايه لو مش متوفر الخيط ده. طبعا ممكن تستخدمي خيط المنجد اللي هو خيط الغزل، هيديكي نتيجة حلوة جدا، لان هو اصلا المفارش دي بتتعمل بخيط المنجد. وكمان اي خيط قطن رفيع هيدي نتيجة معاكي حلوة جدا. يبقى انت لو حبيتي تستخدمي خيوط هتستخدمي يا المنجد يا الصياد يا اي خيط قطن رفيع، او برضو حسب الخيط المتوفر عندك. يلا بينا نبدا مع بعض ان شاء الله في شرح الجزء الثاني. وقبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتيش في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا على بركه الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشتغل ابتداء من السطر ال 13. السطر ال 13 انت هتشتغلي على كل عمود غرزه كلستر من 3 اعمده، والعمود هنا بلفتين وبعدها 3 سلاسل، فانت هترتفعي 4 سلاسل باعتبارها ان انت اشتغلتي على اول عمود عمود اهو. هتاخدي لفتين على الابره وهتدخلي تشتغلي غرزه الكلستر اللي هي بتاخدي من كل من العمود لفتين لفتين، وبتسيبي لفه وتاخدي لفتين تانيين عشان تشتغلي يعتبر تالت عمود. هتاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة وتاخدي اللفات مع بعض. بعدها تشتغلي 3 سلاسل وهتاخدي لفتين على الابرة، وهتدخلي على تاني عمود على طول كده، وهتشتغلي عليه غرزة كلاستر من 3 اعمدة. بتاخدي من كل عمود لفتين لفتين وبتسيبي لفة، فاضل لك كده عمود عشان هي من 3 اعمدة. وبعدين بتاخدي الاربع لفات مع بعض، هتشتغلي 3 سلاسل وهتشتغلي بعد كده 3 تانيين من غرزة الكلاستر ما بين كل واحدة وواحدة 3 سلاسل. وحاجة اكمل معاكي عشان ما اطولش عليكي الفيديو اكتر من كده، ده كده الشكل عندك. بقى عندك 5 من غرز الكلاستر و4 من الثلاث سلاسل، هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل 1 2 3. وهنا هتشتغلي 4 اعمدة، فهتسيبي الاربع اعمدة دول ما بنشتغلوش عليهم، وهتشتغلي بداية اول عمود من على ثالث سلسلة. هتشتغلي كده على ثالث سلسلة عمود، وعلى الرابعة عمود، وعلى الخامسة عمود، ورابع عمود هتشتغليه على عمود. فده كده هيبقى الشكل عندك. الاربع اعمدة دول سبناهم ما اشتغلناش عليهم، هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل وهتسيبي عمود التاني وعلى التالت حشو، وثلاث سلاسل وهتسيبي عمود اتنين وعلى التالت. هنبدأ نشتغل 4 اعمدة، ده اول عمود منهم، واتنين جوه السلسلتين، والرابع على العمود. تمام، فكده بقى عندنا 2 من الاربع اعمدة ما بينهم 3 سلاسل حشو 3 سلاسل. وهيبقى برضو عندك في الجنب التاني نفس الموضوع كده. هنا بقى الجزء اللي بيتكرر معنا على طول، وانا هشتغله معك على السريع كده عشان انت عرفتيه خلاص. هيبقى عندنا 5 من الاثنين سلسلة، دي كده رقم 2، كده سلسلتين رقم 3، سلسلتين رقم 4، ورقم 4 دي العمود عملناه على الزاوية، فهيبقى عندنا رقم 5 دي بعدها العمود رقم 2 في الزاوية، يعني هيبقى فاضل لنا عمود واحد هنشتغله على نفس العمود. ده كده الشكل عندك. بقى عندك 1 2 3 4 5، وبعدين العمود اللي في النص. انت هتكرري من اول العمود اللي في النص ده، هيبقى عندك 5 من السلسلتين برضو عمود، هتشتغلي سلسلتين وعلى العمود عمود. دي كده رقم 2، كده رقم 3، سلسلتين ورقم 4، السلسلتين دول رقم 5. اول ما بتيجي على السلسلتين رقم 5 بتشتغلي العمود على عمود، وهتشتغلي 4 اعمدة على السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود، وكنت شغالة
على العمود ايه، عمود. فكده بقى عندك 4 أعمدة، والجزء ده دايما بيتكرر معاكي، بس بعد كده مش هيتكرر في السطور اللي جاية. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل وهتسيبي عمود 2، وعالتالت حشو 3 سلاسل وهتسيبي عمود 2، وهتبدأي تشتغلي 4 أعمدة، أول عمود منهم على العمود وتلاتة على ال3 سلاسل. على كل سلسلة من التلاتة هتشتغلي عليها عمود. تمام كده، هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتاخدي لفتين على الإبرة، وهنا هتروحي على أول عمود بلفتين وهتبتدي تشتغلي في غرز الكلاستر. احنا كده وصلنا للجزء اللي بنشتغل 5 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة وغرزة 3 سلاسل. انت هتشتغلي كده غرزة الكلاستر وبعدها 3 سلاسل، وهتكرري على كل عمود من الأربعة اللي فاضلين هتشتغلي غرزة كلاستر وبعدها 3 سلاسل. بعد ما اشتغلت غرز الكلاستر في النص زي ما انت شايفه كده، ودي اللي بتدي شكل حلو للمفرش، هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتاخدي لفه على الابره، وهنا هتعدي من فوق ال4 أعمدة وهتعدي سلسله 2، وفي الثالثه هتبتدي تشتغلي اول عمود عندك. هتشتغلي على تاني على ربع سلسله تاني عمود، وعلى الخمسه هتشتغلي تالت عمود، وعلى العمود هتشتغلي عمود. فكده بقى عندك 4 أعمدة. هتشتغلي 3 سلاسل، وهنا هتشتغلي غرزة حشو، هتسيبي 1 2، وعلى التالتة هتشتغلي غرزة حشو، يعني هتكرري نفس اللي اشتغلناه هنا. هتشتغلي بعدها 1 2 3، وهتبتدي تشتغلي عمود على اول على اخر عمود، وعمودين جوه السلسلتين، وعمود على العمود. فبقى عندك 4 أعمدة، يعني قبل غرز الكلاستر عندك 2 من ال4 أعمدة، قبلها في 2 من ال4 أعمدة، وبعدها في 2 من ال4 أعمدة. هتشتغلي هنا سلسلتين عمود، سلسلتين، هيتكرروا معاكي السلسلتين 5 مرات، وسلسلتين، وعلى العمود اللي في النص هتشتغلي الزاوية اللي هي سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، يعني العمود متكرر 3 مرات. فانت الجزء اللي هيتكرر عندك من اول العمود اللي في النص، وهتشتغلي بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها دي لحد ما توصلي لحد اخر السطر خالص، هتكوني بتكرري، وفي الاخر هنيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر 13، بعد ما اشتغلتش ال4 أعمدة هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتدخلي تعملي منزلقة على روز غرزة الكلاستر، يعني هتقفلي كده مطرح ما الأعمدة كلها اتقابلت مع بعض. تمام، ده كده هيبقى شكل السطر عندك ماشى معاكي، عبارة عن 4 أعمدة من هنا ما بينهم 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، ونفس الحكاية برضو 4 أعمدة متكررين مرتين وبينهم 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، وده الجزء كده اللي بيتكرر معاكي. السطر ال 14 احنا هنا هنشتغل 5 سلاسل هيعدوا من فوق ال3 سلاسل، وبعد وعلى راس غرزة الكلاستر بتشتغلي غرزة حشو، فانت هترتفعي سلسلة وهنيجي نقفل فيها في اخر السطر، وهتبان معاكي غرزة حشو. بعدها هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتدخلي كده على راس غرزة الكلاستر تشتغلي عليها غرزة حشو، 1 2 3 4 5، هتعدي من فوق السلاسل وعلى راس غرزة الكلاستر تشتغلي حشو، 1 2 3 4 5، يعني 5 سلاسل دول هيتكرروا معاكي 4 مرات زي ما ال3 سلاسل في السطر اللي تحت كانوا متكررين معاكي 4 مرات. ده كده هيبقى الشكل عندك. هتشتغلي بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعلى رابع عمود من ال4 هتشتغلي عليه عمود، و5 سلاسل، 1 2 3 4 5. واحنا هنا هنشتغل 7 أعمدة، فهتدخلي على اول عمود وهتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود، على اول عمود عمود، وعلى التاني عمود، على التالت، وعلى الرابع، وهتشتغلي جوه السلسلتين عمودين زي ما احنا متعودين، وهتشتغلي على العمود عمود. يبقى هنا بقى عندك 7 أعمدة. هتشتغلي هنا اللي احنا بنشتغله على طول اللي هو سلسلتين وعمود وسلسلتين وسلسلتين متكررين 5 مرات، واخر عمود هيبقى على الزاوية هيبقى هو رقم 2.
زي ما احنا متعودين تحت. واحد اتنين، فانت كده هو عندك 1 2 3 4 5. بعد السلسلتين رقم 5 بتدخلي كده على نفس العمود وتكملي الزاوية، ما تنسيش الزاوية اللي هي هتكمليها، ان هما يبقوا 3 اعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين. هتلفي كده وتبتدي تكرري الجزء بقى هنشتغله، ده اللي هتبتدي تكرريه من اول العمود كده. يعني دي كده اول سلسلتين في ال5 سلاسل، هتشتغلي سلسلتين وعلى العمود عمود، وسلسلتين دول كده رقم 3 وعلى العمود عمود، وسلسلتين رقم 4 وعلى العمود عمود، وسلسلتين رقم 5 وعلى العمود عمود. انت اول ما بتكون عندك 5 سلاسل بتلاقي اخر سلسلتين، ودول بنشتغلوا دايما جواهم عمودين، عشان احنا لما بنشتغل جواهم عمودين بيفضلوا محافظين عندك ان ال5 سلاسل تبقى هي ايه، الخمسة من ال2 سلسلة يبقوا زي ما هما 5. فهتشتغلي كده عمودين يبقى كده عندك 3، هتكمليهم بقى 7 بان انت بتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود. فكده بقوا 7 أعمدة عندك. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتاخدي لفة على الإبرة، وال5 سلاسل هتشتغليها كده عمود على أول عمود قبلك. بعدهم هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، يبقى انت عندك كده 2 من ال5 سلاسل قبل غرز الكلاستر. على غرزة الكلاستر هنا احنا هنبتدي كده نكرر اللي احنا اشتغلناه، يعني هتشتغلي على غرزة الكلاستر حشو وهتشتغلي 5 سلاسل كده 3 4 5، وعلى الكلاستر اللي بعدها حشو، 1 2 3 4 5، على اللي بعدها حشو، 1 2 3 4 5، وعلى اللي بعدها حشو، 1 2 3 4 5، وعلى اللي بعدها حشو. هنا هتشتغلي بقى نفس برضو اللي اشتغلناه لما كنا شغالين في اول الجزء، هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتشتغلي عمود على ربع عمود. ده كده الشكل هيبقى عندك. وهتشتغلي 1 2 3 4 5، وهتشتغلي عمود على اول عمود قبلك بعد ال3 سلاسل. وهنا هتبتدي تشتغلي 7 أعمدة، هتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود، ده كده تاني واحد فيهم. كده اشتغلنا 4، يبقى هنشتغل ايه جوه السلسلتين عمودين، وعلى العمود هتشتغلي عمود. فانت كده مش عندك الجزء عبارة عن ان انت عندك ال5 من ال5 سلاسل من 5 من ال2 سلسلة، وعندك 7 أعمدة، وبعدهم في 5 سلاسل عمود 5 سلاسل، دول بيبقوا قبل غرز الكلاستر. وبعد غرز الكلاستر ما اشتغلنا خلاص ال4 من الحشو 5 سلاسل، هيبقى عندك نفس الجزء بيتكرر تاني، اللي هو 2 من ال5 سلاسل بينهم عمود، وبعد كده 7 أعمدة. هتشتغلي بقى سلسلتين وعمود، وسلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين، وهنا هتشتغلي الزاوية وما تنسيش اي عمود، الزاوية اللي هي 3 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتي. تمام، دي كده شكل الزاوية عندك. فانت اللي هتكرريه زي كل مرة ما بنكرره، من اول العمود اللي في النص لحد العمود اللي في النص الناحية التانية. تمام كده، هتكرري كده ونيجي نكمل مع بعض. اخر السطر بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل واشتغلتي عمود، هنا هنقفل السطر باننا هنشتغل سلسلتين، وهتاخدي لفة على الابرة، وعلى اول سلسلة اللي قلنا هتبان معانا غرزة حشو هنقفل بعمود بلفة. العمود بلفة هنا قيمته قيمة 3 سلاسل، فانت كده كأنك اشتغلتي 5 سلاسل، بس الفايدة ان انت بقيتي في نص السلاسل ومش هتحتاجي تدخلي بمنزلقات في السطر الجاي. وده كده شكل السطر ال14 معاكي. السطر ال15 هترتفعي سلسلة، وبرضه هنيجي نقفل فيها في اخر السطر، وهتبان معانا غرزة حشو، وهنا هتشتغلي 5 سلاسل حشو، 1 2 3 4 5، وهتدخلي جوه اول 5 سلاسل عندك وهتعملي حشو، وهتكرري 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحشو جوه ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5،
حشو جوه الخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو جوه الخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وحشو جوه الخمس سلاسل. وعند ما توصلي للعمود بتشتغلي خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهنا هتبدأي تشتغلي اربعة اعمدة، هتعدي سلسلة اتنين، وعلى التالتة هتبدأي اول عمود من الاربعة، هتشتغلي على اول سلسلة قبلك عمود، وعلى اللي بعدها عمود، كده بقى عندك تلات اعمدة، وعلى العمود نفسه هتشتغلي عمود، فكده بقى عندك اربع اعمدة. انت كده عندك من بداية السطر كام من الخمس سلاسل؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وفي واحدة هنيجي نشتغلها في اخر السطر، يعني هيبقى في النص عندك سبعة من الخمس سلاسل حشو. هنا هتشتغلي ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهتشتغلي حشو على تالت عمود، وثلاث سلاسل وحشو على اخر عمود، وهنا هنبدأ نشتغل اربع اعمدة، كده اول عمود منهم، واتنين جوه السلاسل، وواحد على العمود، فكده بقى عندك الشكل ده برضه. تمام، هتشتغلي بعد كده اللي هي بقى ايه، السلسلتين اللي متكررين خمس مرات دول، هتشتغلي سلسلتين وهتشتغلي العمود وسلسلتين والعمود وسلسلتين، وصلتي للعمود اللي في النص هتشتغلي عليه عمود سلسلتين عمود، فكده بقى عندك خمسة من الاتنين سلسلة، وكده هنقرر الجزء اللي عند الزاوية اللي هو هنبقى عندنا خمسة من الاتنين سلسلة، ده كده اول واحدة فيهم، هتشتغلي كده سلسلتين عمود سلسلتين عمود، الجزء ده انت حفظتيه بقى خلاص، عمود وسلسلتين وعمود على العمود. اول ما توصلي ان هيبقى فاضل عندك سلسلتين هتشتغلي عليهم عمودين، وعلى العمود هتشتغلي عمود، فكده هيبقى عندك اربع اعمده. انت الجزء اللي هيتكرر معاكي ابتداء من العمود اللي في النص زي ما اتعودنا كده في تكرار كل سطر من اللي فاتوا، هتشتغلي بقى هنا واحد اتنين تلاته، وهتعدي عمود اتنين، وعلى التالت هتشتغلي حشو، واحد اتنين تلاتة، وعلى اخر عمود هتشتغلي حشو، وهتشتغلي على اول تلات سلاسل عندك على كل عمود عمود، كده عمود اتنين تلاتة، وباول عمود اشتغلناه، فكده بقى عندك اربع اعمدة. وانت الجزء ده اللي هو خمسة من الاتنين سلسلة اربع اعمدة، تلات سلاسل حشو، تلات سلاسل حشو، اربع اعمدة، هيبقوا موجودين عندك قبل السبعة من الخمس سلاسل وبعد السبعة من الخمس سلاسل. هنا بقى هتبدأي تشتغلي في الخمس سلاسل حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهتدخلي جوه الخمس سلاسل تشتغلي حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهتدخلي جوه الخمس سلاسل اللي بعدها حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، حشو جوه السلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وحشو جوه السلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ده الجزء اللي احنا اشتغلناه مع بعض في الاول بس هنا كمله، فبقى عندنا سبعة من الخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، انت كده بقى عندك سبعة من الخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. اول ما بتوصلي ان انت يبقى عندك سبعة وعندك العمود اهو، هتعدي كده بعد على الخمس سلاسل الاخيرة، هتعدي واحد اتنين، وعلى التالتة هتبدأي تشتغلي خمس اعمدة، اول عمود منهم على التالتة، عمود على السلسلة اللي بعدها، وعمود على السلسلة اللي بعدها، كده بقوا تلاتة، وعمود على ايه، على العمود. اشتغلتي كده الاربع اعمدة، هتشتغلي تلات سلاسل، وهتدخلي على تالت عمود وتعملي حشو، واحد اتنين تلاتة، وهتدخلي على تالت عمود تشتغلي بداية الاربع اعمدة، على كل على العمود عمود، وعلى السلسلتين عمودين، وعلى العمود عمود. احنا كده الجزء ده اللي احنا اشتغلناه في اول السطر، عشان كده صرعت معاكي. هتشتغلي بعد كده بقى الخمسة من الاتنين سلسلة زي ما كل سطر كده، اول ما بنوصل للزاوية بنكملها، وايه وانت بقى بتكرري، وبيبقى زي ما انت شايفة كده التكرار بسيط معاكي. وصلتي للعمود اللي في النص بشتغله معاكي عشان ما تنسيش عمود، وهنا لو نسيتي عمود هتلاقي ايه عندك ضلع ناقص، يعني هتلاقي في ضلع فيهم ناقص اعمدة، فهيبقى ايه شكلها مش حلو.
فانتي كده ده الجزء اللي هيتكرر معاكي، ابتداء من اول العمود اللي في النص ده لحد السلسلتين اللي قبل العمود اللي في النص، وانتي كده خلاص هتبقي حافظه التكرار. اخر السطر ال15 بعد ما اشتغلتي ال4 اعمده، هنا المفروض هتشتغلي 5 سلاسل وتقفلي السطر، فانتي هنا زي السطر اللي قبله هتشتغلي سلسلتين، وهتدخلي على اول سلسله اشتغلتيها وهتعملي عمود بلف، وبكده يعتبر اشتغلتي 5 سلاسل، وكده كملوا عندك بقى عندك 7 من ال5 سلاسل، وده كده شكل السطر عندك. السطر ال16 برضو هنشتغل 5 اعمده غرزة حشو، 5 سلاسل غرزة حشو، فانت هترتفعي سلسلة وهنيجي نقفل فيها في اخر السطر، وهتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتشتغلي جوه السلاسل غرزة حشو. هنا هيبقى عندك في اول السطر هيبقى عندك 7 من ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هتشتغلي غرزة حشو، 1 2 3 4 5 وغرزة حشو، 1 2 3 4 5 وغرزة حشو جوه السلاسل طبعا، 1 2 3 4 5 وغرزة حشو، 1 2 3 4 5 وهتشتغلي غرزة حشو، 1 2 3 4 5، فكده بقى عندك كام؟ عندك 1 2 3 4 5 6 7، 7 من ال5 سلاسل. هتشتغلي بعد كده على ربع عمود عمود و5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هيعدوا من فوق السلاسل حشو، وهنا هتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود. تمام، ده كده هيبقى الشكل عندك في الجزء ده. هتبتدي تشتغلي على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين جوه كل سلسلتين عمودين، هتشتغلي كده 1 2 3 4، وجوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، وهتكرري هتشتغلي جوه كل واحدة من السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي في النص ده هاجي اشتغله معاكي، فهيبقى عندك هنا في الجزء ده 18 عمود بلفة. كده اشتغلنا 18 عمود بلفة، وزي ما انتي شايفة كده خلصت خلاص ال2 سلسلة معانا، مفيش 2 سلسلة خلاص. تمام، هنا على العمود اللي في النص اللي هو رقم 3 زي ما انتي شايفة كده هتشتغلي 5 اعمدة، 1 2 3 4 5، فانت اشتغلتي على العمود اللي في النص 5 اعمدة. هتبدأي تشتغلي تاني ل18 عمود، جوه كل واحدة من السلسلتين هتشتغلي عمودين، وهتشتغلي على العمود عمود، وهتكرري كده لحد ما توصلي لاخر عمود هتشتغلي عليه عمود، فهيبقى عندك 18 عمود بلفة. ده كده هيبقى شكل عندك وشكل الزاوية كده، انت كده اشتغلتي 18 عمود، 5 اعمدة 18 عمود. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، الجزء اللي هيتكرر معاكي هو طبعا ان انت هتشتغلي 18 عمود وهتشتغلي ال5 اعمدة، يعني هتبدأي من اول ال5 اعمدة اللي على العمود وبعدهم 18 عمود، هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعمود على اول عمود قبلك، وعمود على كده، اشتغلتي 5 سلاسل واشتغلتي عمود. بعد العمود هتشتغلي 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5، وجوه السلاسل هتعدي كده من فوق الأعمدة وهتشتغلي، هنا هيبقى عندك 8 من ال5 سلاسل، 1 دي كده أول واحدة هتشتغلي 5 سلاسل، وعلى السلاسل هتشتغلي حشو، 1 2 3 4 5 وحشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 وحشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 حشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 وحشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. وهنا هتشتغلي زي ما انت شايفة كده، انت بقى عندك كام من ال5 سلاسل؟ بقى عندك 1، بقى عندك 1 2 3 4 5 6 7 8، على ربع عمود هتشتغلي عمود وهتشتغلي 5 سلاسل، وعلى العمود هتعدي من فوق السلاسل وتشتغلي
هنا هتشتغلي لحد ما يبقى عندك 18 عمود، وهتشتغلي فوق العمود اللي في النص ده 5 أعمدة. يبقى انت كده اللي هيتكرر عندك من اول ال5 أعمدة، وبعدها 18 عمود، 5 سلاسل عمود، وبعد كده هيتكرر معاكي التمن سلاسل، التمانية من هيكرر معاكي ال5 سلاسل غرزة حشو 8 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهتشتغلي العمود 5 سلاسل، وهتشتغلي 18 عمود، وهتشتغلي ال5 أعمدة. هيكرر معاكي من اول ال5 أعمدة لحد اخر عمود في ال18، اخر السطر ال16. بعد ما اشتغلتي 5 سلاسل عمود، هنا هتشتغلي في اخر السطر زي ما عملنا تحت، هتشتغلي سلسلتين، وهتدخلي على اول سلسلة اللي هي بتبقى فوق العمود كده عشان ما تتلخبطيش. احنا عندنا كده دول كأنهم 5 سلاسل، هتدخلي كده وهتشتغلي عمود بلف، وكده تبقي قفلتي السطر. وده كده بقى شكل السطر عندك. بقى عندك من كل جنب الزاوية عبارة عن 18 عمود، 5 أعمدة، 18 عمود، وهنا برضو نفس الموضوع. السطر ال17 هترتفعي سلسلة، والسلسلة دي هنيجي نقفل فيها في اخر السطر، وتبان معانا غرزة حشو. هتشتغلي بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هتشتغلي جوه ال5 سلاسل غرزة حشو. هنا السطر كله هيمشي معاكي عبارة عن 5 سلاسل وغرزة حشو جوه ال5 سلاسل. هتشتغلي 1 2 3 4 5، وهتدخلي جوه ال5 سلاسل وتشتغلي غرزة حشو. هتفضلي تكرري كده 5 سلاسل غرزة حشو على كل واحدة من ال5 سلاسل لحد ما توصلي لل5 سلاسل اللي قبل العمود حاجة اشتغل معاكي. انتي كده فضلت تشتغلي 5 سلاسل غرزة حشو، فبقى عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ال9 دي هتعدي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي عليه غرزة حشو. تمام، يبقى انتي كده عندك 9 من ال5 سلاسل. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، وهنا هتسيبي عمود 2 3، وعلى الرابع هتشتغلي غرزة حشو. يبقى بتسيبي 3 أعمدة وبتشتغلي على الربع، 1 2 3 4 5، وبتسيبي عمود 2 3 وعلى الربع غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وبتسيبي عمود 2 3 وعلى الربع غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وبتسيبي عمود 2 3 وعلى الربع هتشتغلي غرزة حشو. وهنا الربع عندك هو أول عمود من ال5 زي ما انت شايفة كده. تمام، هنا دي الزاوية عندك، فالزاوية هتبقى عبارة عن ايه؟ ان انت هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتسيبي عمود واحد بس، وهتشتغلي على تالت عمود من ال5، 1 2 3 اهو، هتشتغلي عليه غرزة حشو، و5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتشتغلي هتسيبي عمود وهتشتغلي على اللي بعده غرزة حشو. ودي كده هتبقى الزاوية عندك. انت هنا عندك في الجزء ده عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، يعني عند لحد ما وصلنا لحد الزاوية نصها كده بالظبط، بقى عندك 14 من 5 سلاسل. هما المفروض بيبقوا 21 من 5 سلاسل في كل ضلع، فاحنا هنيجي نكملهم في الاخر في اخر السطر. هنا هتشتغلي نفس الموضوع برضو، هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتسيبي عمود 2 3 وعلى الربع تشتغلي غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وتسيبي عمود 2 3 وعلى الربع غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وتسيبي عمود 2 3 وعلى الربع غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وبتسيبي عمود 2 3 وعلى الربع غرزة حشو. هتلاقي بس عمودين ايه اللي فاضلين لك، زي ما احنا كنا سايبين في الاول عمودين واشتغلنا على التالت، كده تعتبري شغاله على التالت. هتبداي تكرري بقى ان انت هتشتغلي 5 سلاسل، وعلى غرزه على ال5 سلاسل هتشتغلي غرزه حشو. هتكرري كده، وهتكرري الجزء اللي احنا اشتغلناه، هتدخلي على تاني عمود وهتشتغلي الحشو، وبعد كده هتشتغلي زي ما اشتغلنا كده، وحاجه كمل معاكي. اشتغلتي كده بنفس الطريقه ووصلتي لحد ايه، لحد الزاويه التانيه. هنا هتشتغلي ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وما تنسيش ان احنا لما بنيجي على العمود اللي في النص اهو بنسيب عمود وبندخل على العمود ونشتغل عليه غرزة حشو، و5 سلاسل، وبتسيبي عمود واحد وعلى اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو. يعني اهم حاجة الجزء اللي في النص ده ما تسيبيش فيه 4 أعمدة، بتسيبي عمود واحد بس.
انت كده دي الزاويه عندك اللي عند العمود اللي في النص كده، عامله حشو 5 سلاسل. هتعدي من اول ال5 سلاسل اللي رقم 2، يعني هتعدي من اول هنا كده هتلاقيهم بقى 21 من ال5 سلاسل. هعدهم معاكي برضه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. لازم تلاقيهم 21 عشان تبقي ماشية صح. هتكرري بقى اللي احنا اشتغلناه، وهيبقى عندك ابتداء من الجزء ده لحد من العمود اللي في النص لحد الناحية التانية العمود اللي في النص 21 من ال5 سلاسل غرزة حشو، عشان ده اللي هيترتب عليه بعد كده المراوح اللي احنا هنشتغلها. اخر السطر 17، بعد ما اشتغلتي بنص الطريقة كده ووصلتي ان انت في الاخر المفروض تشتغلي 5 سلاسل، احنا عشان نقفل هنشتغل سلسلتين، وهتشتغلي على اول عمود على اول سلسلة عمود. فكده انت كأنك اشتغلتي 5 سلاسل. بقى عندك هنا كده 1 2 3 4 5 6 من ال5 سلاسل، والستة دول وكان عندنا 14 في الاول فبقوا 21، يعني كل جزء عندك 21 من ال5 سلاسل حشو. ده كده شكل الجزء اللي في النص عندك، وده كده الجزء اللي في الجناب زي ما شفتي في اول في اول الفيديو، باين اكتر من كده. السطر 18 بقى شرحه صغنن خالص، ليه؟ لان كله عبارة عن حشو 5 سلاسل. فانت هنا هتشتغلي سلسلة وهتشتغلي 1 2 3 4 5، يعني في الاول بس بتشتغلي 6 سلاسل، وهتدخلي جوه ال5 سلاسل وهتشتغلي حشو، وهتمشي السطر كله كده في الدايرة عبارة عن 1 2 3 4 5، 5 سلاسل وغرزة حشو، تمام. فانت هتكرري ال5 سلاسل حشو دول في داير السطر كله، وهنيجي في الاخر نقفل مع بعض. هيبقى عندك برضو نفس العدد 21 من ال5 سلاسل حشو في كل ضلع من اضلاع المربع. اخر السطر 18، بعد ما اشتغلتي وخلاص وصلتي للجزء الاولاني خالص اللي احنا اشتغلنا فيه، هتشتغلي سلسلتين وهتقفلي بعمود على اول سلسلة اللي احنا كنا قلنا ايه هنقفل فيها وتبين معانا غرزة حشو، تمام. انت بقى لما هتيجي تعدي، انت عندك هنا اللي في النص ده بقى عندك واحدة من ال5 سلاسل، دي الزاوية عندك. احنا هنشتغل السطر كله عبارة عن مراوح، من المروحة عبارة عن 5 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة. اما هنا على اللي في النص دي هنشتغل 7 أعمدة، عشان هتبقى هي دي الزاوية اللي بتزيد معانا. فانت هتعدي من اول ال5 سلاسل دول كده، تمام، هتلاقيهم 21 من ال5 سلاسل عند ما توصلي، مش بقى ليها هي لا، عند ما توصلي للي قبلها. لازم تتأكدي عشان خاطر ايه ما تجيش تشتغلي وتلاقي نفسك كنتي ناسيه 5 سلاسل او حاجه. السطر 19، واحنا هنبدأ في المروحة من اول السطر، بس هنبدأ في نصها، يعني هنشتغل منها 3 أعمدة بس. فانت هترتفعي 3 سلاسل ودول بتعتبريهم اول عمود، هتشتغلي بعدهم سلسلة وهتدخلي تشتغلي عمود وسلسلة وعمود. انت كده اشتغلتي منها 3 أعمدة، وهنيجي في الاخر نقفل بالعمودين. هنا هتشتغلي على طول كده، هتدخلي جوه اول 5 سلاسل يقابلوكي وهتشتغلي غرزة حشو، وبعدها 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وهتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي غرزة حشو. هنا هتكرري، يعني هتشتغلي المروحة اللي هي من 5 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، هتشتغلي عمود وسلسلة وعمود وسلسلة. ده كده التالت وسلسلة، الرابع وسلسلة، والخامس وسلسلة. انت لما هتيجي تكرري هتكرري من اول ال5 أعمدة دول، تمام. بعد ما اشتغلتي 5 أعمدة ما بين كل عمود وعمود غرزة حشو، هتشتغلي غرزة حشو على ال5 سلاسل اللي بعدهم، وهتشتغلي 1 2 3 4 5، وهتشتغلي غرزة حشو على ال5 سلاسل اللي بعدهم، وهتكرري ال5 أعمدة. يعني هتكرري كده من اول ال5 أعمدة لحد غرزة الحشو. انت بتشتغلي على 3 من ال5 سلاسل، اول واحدة بتشتغلي عليها ال5 أعمدة، والتانية بتشتغلي الحشو وتشتغلي ال5 سلاسل، وتشتغلي والتالتة بتشتغلي عليها الحشو. فانت هتكرري كده لحد ما هتيجي عند الجزء اللي في النص ده، هتكوني عملتي 4 من المراوح، 4 من الجزء ده هتعمليهم وحاجة كملهم معاكي.
انتي كده اشتغلتي اللي في النص دي، مش بنعدها عشان هنيجي نكملها في الاخر. اشتغلتي كده 1 2 3 4، اشتغلتي 4 من ال5 اعمدة سلسلة، واشتغلتي اخر حاجة الحشو، 5 سلاسل حشو. هتدخلي على طول هنا اللي هي، بصي بقى ايه، فوق العمود اللي في النص كده، دي الزاوية عندي، هتشتغلي جواها 7 اعمدة، يعني هيبقى فيه عمودين زيادة. هتشتغلي كده عمود وسلسلة وعمود وسلسلة كده، 3 وسلسلة، 4 وسلسلة، 5 وسلسلة، 6 وسلسلة، 7. وهنا بقى بعد ما اشتغلتي 7، هي 1 2 3 4 5 6 7، هتدخلي على طول كده وهتثبتي المروحة في ال5 سلاسل اللي بعدها بغرزة حشو. وده كده هيبقى الزاوية عندك. بعد ما اشتغلتي الزاوية واشتغلتي غرزة الحشو على اول 5 سلاسل قبلوكي، هتشتغلي 5 سلاسل وحشو على ال5 سلاسل رقم 2، وهتدخلي تشتغلي بقى ايه المروحة اللي هي بقى من 5 اعمدة اللي بتبقى في الضلع نفسه، اما الزاوية هي بس اللي بتبقى من 7 اعمدة ما بين كل عمود وعمود وغرزة حشو. اشتغلتي كده 5 اعمدة، 1 2 3 4 5، بتثبتيهم على طول بحشو، يعني قبل العمود الاول من 5 في حشو وبعده في حشو، ما تنسيش وتعملي سلاسل. انت هتكرري الجزء ده كده، هيبقى عندك 6 من الجزء ده لحد ما توصلي للزاوية، هتشتغليها برضو بنفس الطريقة. ده كده بقى الشكل عندك، بقى عندك عند الزاوية عملتي ال7 اعمدة، بعدهم بيبقى في 5 سلاسل، وهتعدي كده هتلاقي عندك من المروحة 1 2 3 4 5 6، وبعدهم في 5 سلاسل، وهنا اشتغلت برضو الزاوية، هيبقى عندك 4 4 من ال7 اعمدة على كل زاوية، 7 اعمدة، يعني عندك 4 زوايا. فانت هتشتغلي كده بالطريقة دي، هتكرري من اول الزاوية لحد ال5 سلاسل، وبعدهم بيبقى في زاويه لحد اخر السطر، حاجه اقفل معاكي السطر. اخر السطر بعد الزاويه اشتغلتي 1 من المروحه اللي هي عباره عن 5 اعمده سلسله. هنا في الاخر انت كنت شغاله في الاول 1 وبعدها اشتغلت 4، يعني عشان هيبقوا هيكملوا 6، هنشتغل في النص دي هيكملوا 6 معاكي في الجزء ده. فانت بعد غرزه الحشو على طول هتدخلي وهتشتغلي عمود وسلسله وعمود كده، ده تاني عمود وسلسلة، وهتدخلي تقفلي بمنطلقة في تالت سلسلة. فكده بقى عندك 1 2 3 4 5، 5 من الأعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة. وده كده شكل السطر عندك. السطر ال20 هنا المروحة هتزيد معاكي، وهيبقى بدل العمود سلسلة هيبقوا عمود سلسلتين، فانت هترتفعي 3 سلاسل وبعدهم هتشتغلي سلسلتين، وهتشتغلي على العمود عمود وسلسلتين، وهتشتغلي على العمود عمود، يبقى كده يعتبر اشتغلتي 3 اعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين، وهنيجي نكملهم في الاخر. هتشتغلي بعدهم سلسلة، وعلى ال5 سلاسل هتشتغلي غرزة حشو. الجزء اللي هيتكرر معاكي هيتكرر معاكي الجزء ده، هتشتغلي سلسلة غرزة حشو سلسلة على ال5 سلاسل، وبعد كده هتشتغلي المروحة اللي هي عمود سلسلتين على كل عمود من ال5، هتشتغلي عمود وبعده سلسلتين، يعني زودتي سلسلة عن السطر اللي تحت، وسلسلتين وعمود على ال5. فبقى كده عندك من الأعمدة 5، 1 2 3 4 5، و4 من السلسلتين، هتشتغلي سلسلة وحشو وسلسلة، وهتكرري، يعني الجزء اللي هيتكرر عندك نقول من أول العمود لحد السلسلة اللي بعد غرزة الحشو، هتكرري كده لحد ما نوصل للزاوية. ده كده بقى الشكل عندك. تمام، انت كده وصلتي خلاص للزاوية، هتشتغلي السلسلة اللي بعد غرزة الحشو، وهنا هتشتغلي على كل عمود من ال7 عمود وبعده سلسلتين، وعلى العمود عمود وبعده سلسلتين، هنا عندك 7 أعمدة، هتشتغلي على كل عمود عمود وبعده سلسلتين. كده اشتغلتي 1 2 3 4 5، فاضلك 2،
هتشتغلي سلسلتين وهتشتغلي عمود سلسلتين وعمود، ودي كده الزاوية عندك ده شكلها زادت معاكي بالشكل ده. هتشتغلي بعدها سلسلة، وعلى الخمس سلاسل هتشتغلي غرزة حشو وبعدهم سلسلة، وهتكرري بنفس الطريقة بقى عشان مطولش عليكي الفيديو. هتشتغلي بنفس الطريقة على المروحة، هتشتغلي على كل عمود عمود وبعده سلسلتين، وبعد ما تشتغلي اخر عمود اللي هو الخامس هتشتغلي حشو، هتشتغلي سلسلة حشو جوه الخمس سلاسل وبعدين سلسلة. اخر السطر العشرين بعد ما اشتغلتي حشو سلسلة حشو على الخمس سلاسل هتدخلي كده وتكملي المروحة اللي بدأناها في اول السطر. هتشتغلي على اول عمود عمود وبعده سلسلتين، وعلى تاني عمود عمود وبعده سلسلتين، وهتقفلي بمنظرك على تالت سلسلة. وكده انتي كملتي المروحة اللي كنا بدأناها في الاول، فبقى عندك 1 2 3 4 5 من العمود، وده كده شكل السطر عندك وماشى معاكي بالطريقة دي. السطر 21 احنا برضو بنبدأ من نص المروحة، فهترتفعي 3 سلاسل ودول بتعتبريهم عمود فوق العمود، ودول اللي بيعتبروا عندك تالت سلسلتين، هتدخلي جواهم كده وهتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى العمود هتشتغلي عليه عمود، وجوه اخر سلسلتين اللي هم رقم 4 هتشتغلي عمودين بس، 1 2. انت الجزء اللي هيتكرر معاكي هو اللي احنا هنشتغله مع بعض دلوقتي، لان الجزء ده كله مراوح، يعني ما فيش سلاسل بين المراوح. انت هتدخلي كده على السلسلتين على طول، مش هتدخلي على العمود، هتدخلي على اول سلسلتين من الاربع، هتشتغلي عمودين، يبقى انت ما بتشتغليش على اول عمود ولا اخر عمود كمان بنشتغل عليه. على العمود هتشتغلي عمود، على تاني سلسلتين هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى العمود هتشتغلي عمود، وعلى تالت سلسلتين هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، على العمود هتشتغلي عليه عمود. عندك هنا اخر سلسلتين بتشتغلي عليهم عمودين اتنين بس، يعني اشتغلتي هنا عمودين على اول سلسلتين وعمودين على اخر سلسلتين، انت كده هيبقى عندك 13 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، عشان تتأكدي ان انت ماشية صح هتكرري كده وهيبقى عندك 13 عمود، اول عمودين منهم جوه السلسلتين وعمود على العمود، وعلى تاني سلسلتين 3 أعمدة، وزي ما احنا اشتغلنا كده على العمود عمود، وعلى تالت سلسلتين 3 أعمدة، وعلى العمود عمود، وعلى اخر سلسلتين عمودين. هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتي 13 عمود بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، واشتغلتي كده ودي المروحة عندك بالشكل ده. وصلتي هنا للمروحة اللي هي الكبيرة اللي هي عند الزاوية، الجزء اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي ده بيتكرر معاكي 4 مرات، يعني المروحة بالطريقة دي هتتكرر معاكي 4 مرات، وهنا هيبقى عندك 25 عمود على المروحة الكبيرة. فانت هتدخلي كده بعد اخر عمود اشتغلتيه هتدخلي هنا بقى على اول عمود، يعني بس في المروحة الصغيرة ما بتدخليش على اول عمود، لكن في الكبيرة بتدخلي على اول عمود، وهتشتغلي جوه السلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى العمود هتشتغلي عمود، وهتفضلي تكرري كده جوه السلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى العمود عمود جوه السلسلتين، 1 2 3، وعلى العمود عمود، 1 2 3، وعلى العمود عمود. انا بعملها معاكي بس عشان ايه ما تتلخبطيش. انت كده بتشتغلي جوه كل واحدة من السلسلتين 3 أعمدة، وعلى العمود بتشتغلي عمود، وهنا اشتغلتي عمود على اول عمود، وبرضه هتشتغلي عمود على اخر عمود. ف
فده كده اخر عمود عندك اهو اللي قبل السلسلة، هتشتغلي عليه عمود، وده كده هيبقى شكل المروحة عندك عبارة عن 25 عمود. هتشتغلي بعد كده تكرار، التكرار اللي هو المروحة الصغيرة بتدخلي على طول على اول سلسلتين، يعني العمود ده متشتغليش عليه، بتدخلي على السلسلتين، واول سلسلتين عندك هتشتغلي عليهم عمودين، وهتشتغلي بنفس الطريقة على العمود عمود، 3 أعمدة عمود، 3 أعمدة عمود، عمودين، وهتكملي التكرار، يعني هتكرري 13 عمود، وهتعملي بعد كده المروحة الكبيرة لحد ما تخلص خالص، ونوصل لحد آخر السطر نقفله مع بعض. آخر السطر 21، وده السطر الأخير معاكي بعد ما اشتغلتي 13 عمود بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها. هتدخلي على طول كده على اول سلسلتين عندك، يعني بعد العمود، وهتشتغلي عمودين، يعني هتكملي المروحة، هتشتغلي عمودين وعمود على العمود، و3 أعمدة على تاني سلسلتين، تاني 2 من السلسلتين، 3 أعمدة، هتدخلي على تالت سلسلة وتقفلي بمنزلقة، وكده انت قفلتي السطر 21، وده السطر اللي قبل الاخير عندك، يعني السطر اللي هنشتغله مع بعض اللي جاي ده هو اخر سطر معانا. السطر 22 وده اخر سطر معاكي، انت هتشتغلي غرز حشو بس، هتشتغلي على كل عمود من دول، يعني على العمود اللي كان فوق العمود، يعني هنا هيبقى تالت عمود وهنا هيبقى رابع عمود، هتشتغلي عليهم غرزة بيكو، فانت هنا هترتفعي السلسلة، والسلسلة دي هتبان معاكي غرزة حشو، دي بس اللي هتبقى معاكي في اول السطر، وهتشتغلي 3 سلاسل، وهتدخلي على اول سلسلة كده تقفلي بمنزلقة، دي كده غرزة بيكو، وهنيجي نقفل في اخر السطر هتبان شكلها، هيبان ان هي غرزة حشو وفوقيها غرزة بيكو. هتمشي ازاي بقى؟ هتشتغلي غرزة حشو على اول عمود قبلك، وحشو على التاني، وحشو على التالت، الرابع هتشتغلي عليها حشو، والرابع ده اللي هو فوق العمود اللي كان فوق غرزة المروحة زي ما انت شايفة كده، لما هتوصلي للعمود الرابع هتشتغلي غرزة بيكو من 3 سلاسل، هتقفليها كده، احنا هنا هنقفلوها في غرزة الحشو، هتشتغلي بعد كده غرزة حشو على اخر العمود اللي قبل الاخير، وغرزة حشو على العمود الاخير، احنا هنا في لما هنيجي في اخر السطر هتشتغلي غرزة بيكو على العمود اللي هو فوق العمود اللي فوق اللي تحت ده، وهيبقى باين عندك ان هما 3 بيكو، تمام. بعد كده الجزء ده اللي هيتكرر معاكي، اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي ده، احنا هنا اشتغلنا نص الجزء، فانت هنا هتدخلي على اول عمود وهتشتغلي عليه حشو، وعلى التاني حشو، التالت بتشتغلي عليه حشو، والتالت زي ما انت شايفة كده تحتي العمود هتشتغلي عليه حشو، وهتشتغلي 3 سلاسل بغرزة البيكو، يعني تشتغلي 3 سلاسل وتدخلي كده على اللفتين دول وتسحبيهم بمنزلقة، فكده بقت غرزة بيكو. هتشتغلي بعد كده عمود حشو على اول عمود، وحشو على التاني، وحشو على التالت، على الرابع هتشتغلي حشو فوقيها بيكو، فالرابع اللي هو فوق العمود مش السلاسل، هتشتغلي 1 2 3 3 سلاسل، وهتدخلي بالطريقة دي على اللفتين بتوع غرزة الحشو واللفة بتاعت البداية، وهتعملي عليهم منزلقة، فبتبقى كده غرزة بيكو عندك. هتشتغلي بعد كده 3 حشو، 1 2 3، الرابعة هتلاقيها فوق العمود اهي، هتشتغلي عليها حشو، هتشتغلي 1 2 3 3 سلاسل، وهتقفلي البيكو بنفس الطريقة كده، الدايرة الصغيرة دي اسمها بيكو، وهتشتغلي ايه حشو على العمودين، وبتكملي بقى حشو على العمود الاول وحشو على التاني، وهتبدأي على كل واحدة من ال3 أعمدة دول بتشتغلي عليهم فوقيهم كده فوق العمود حشو فوقيها بيكو، فانت هتكملي، وده الجزء كده اللي هيتكرر معاكي، وهنيجي عند الزاوية هوريكي نشتغل ازاي. بعد ما اشتغلتي بالطريقة دي وبعد ده الشكل عندك، هتعملي ايه بقى؟ هتشتغلي حشو على اول عمود من الزاوية اللي هنا دي، وحشو على التاني، وعلى التالتة هتعملي الحشو، هتعمليه فوقيها بيكو اللي هي 3 سلاسل، وهتدخلي كده ايه في الطرفين دول كده، وهتمشي بقى الزاوية دي عندك عبارة عن 3 حشو، والرابعة اللي هتعملي عليها بيكو، فهتعملي 1 2
تبات وعلى الجبعة هتعملي حشو وفوقيها رز بيكو من 3 سلاسل. وانت خلاص ايه فهمتي البيكو دي شكلها ايه، هتشتغلي 1 2 3 4 وعلى الرابعة فوقيها بيكو، يعني هتشتغلي 3 سلاسل وهتدخلي ايه تقفليهم بالشكل ده كده. هتكملي وهتشتغلي 3 حشو على كل عمود حشو، 2 3 وعلى الرابع، لان يبقى عندك كده رابع واحدة حشو، بتعملي فوقيها 3 سلاسل وتقفليهم بالطريقة دي، بتبقى بيكو معاكي، هي دي بتدي حلية للسطر. 1 2 3 وعلى الرابعة بيكو من 3 سلاسل. واحد ده كده الشكل عندك عشان بس المفروش بيتزحلق. هتشتغلي بعد كده 1 2 3 وعلى الرابعة هتعملي البيكو، 1 2 3 وهتشتغلي ايه البيكو اللي هي بتقفليها بالشكل ده. هيفضل عندك عمودين هتشتغلي عليهم على كل عمود غرزة حشو. فكده بقى عندك كام من البيكو عند الزاوية؟ 1 2 3 4 5 6. انتي بقى هتكملي بنفس الطريقة كده، يعني هتشتغلي حشو على اول عمود والتاني، وهتبدأي ايه من على التالت، وهتشتغلي برضو 3 وعلى الرابعة تشتغلي البيكو، 3 حشو وعلى الرابعة بتشتغلي بيكو، هتفضلي تكرري كده. طب انتي لو انتي حبيتي تعملي وحدة هتعملي ايه؟ بتظبطي طبعا الاتنين، بتكوني مخلصة اول وحدة من دول اول مفرش، وتروحي جاية مثبتة كده ايدك وانت شغالة في التانية، وتروحي جاية مظبطاهم الاتنين مع بعض كده قدام بعض بالظبط، وبتشتغلي البيكو، بتشتغلي منها سلسلة وبتشبكي في الدايرة بتاعت البيكو التانية، يعني بتدخليها جوه الدايرة دي، وتروحي جاية عاملة حشو وسلسلة، وتروحي جاية راجعة شغالة قافلة البيكو وشغالة عادي خالص. وبكده انتي تقدري تعمليه بدل ما يبقى مفرش كده بس واحد، تقدري تعمليه وحدات وتشبكيهم في بعض، لان هو ممكن يتعمل وحدات عشان ما فيهوش دورانات كتير. انتي بقى هتكملي الباقي كله بنفس الطريقة، اللي هي الزاوية بيبقى فيها 6 من البيكو، اما دي بيبقى فيها 3 بس. هتكملي كله ونيجي نقفل مع بعض السطر. اخر السطر هنكمل بقى ايه المروحة الاخيرة. فانت هنا كده عندك نصها، هتشتغلي على اول عمود غرزة حشو، وهتشتغلي على تاني عمود غرزة حشو، وعلى التالت هتشتغلي حشو وفوقيها البيكو اللي هي 3 سلاسل، وتدخلي تقفليهم بمنظلكم. وبعد كده بتشتغلي حشو على اول عمود، وحشو على التاني، وحشو على التالت. الرابع بقى هو اللي عليه ايه اللي احنا كنا عاملين عليه حشو سلسلة وغرزة بيكو، فانت هتدخلي جوه السلسلة كده اهو، وهتقفلي بمنظلكم. وكده خلص معاكي السطر. هتشدي بقى الخيط، انت هتشدي الخيط مش هتاخدي لفة ولا حاجة، وهتدخليه جوه الأعمدة كده من ورا. وده كده خلص معاكي الجزء ده، هقصه لك كده. خلص معانا الجزء اهو تمام، وكله بقى ماشي معاكي، عبارة عن 3 بيكو على اللي هما المروحة الصغيرة، و6 بيكو على الكبير. وده كده شكل المفرش عندك بعد ما خلص، وشكله جميل ومظبوط اهو تمام. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. لحد ما نتقابل هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.